طبعا في الليل يكثر الاستهداف لبيوت المواطنين وتكون أصوات الصواريخ والقذائف مرتفعة جدا، ما يسبب فزع وذعر للمواطنين. شهداء 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 وإصابات في غارة إسرائيلية. يا الله، إن شاء الله سنبقى صامدين ثابتين، وأملنا بالله عز وجل أن الفرج قريب. قناة الجزيرة، الرأي والرأي الآخر. الجزيرة. في كل حرب وفي كل عدوان تتعرض الجامعات الإسلامية لتدمير. الكثرة لا تفيد إن لم يكن هناك قوة مادية على أرض الواقع تأتي ويكون لها الأثر في واقع الميدان. اللهم أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سيذكرني قومي إذا الخيل أصبحت تجول بها الفرسان بين المضارب، فإنهم نسوني فالصوارم والقنا تذكرهم فعلي وقرع مضاربي.